لقد اختلفت اقوال العلماء بالنسبه لزكاه حلي النساء المستعمله بين موجب للزكاه ومعفيه منها، لذا ارجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. واذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المراه التي ليس لديها سوى حليها؟ نعم، اختلف العلماء رحمهم الله والصحابه قبلهم في الزكاه في الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشبه ذلك إذا بلغت النصاب، وهو 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة، مقداره بالذهب المستعمل 11 جنيه و 3 حول النصف، ومقداره بالفضة 56 درهما، 56 درهما هذا أقل النصاب، هذا أدنى النصاب، وما زاد عليه من باب أولى. فقال بعض اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم ان عليها زكاه الحلي اذا بلغت النصاب لعموم الادله، لعموم الادله الداله على وجوب الزكاه في الذهب والفضه، لقوله عليه الصلاه والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار الحليب، ولقوله عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما دخلت عليه امراه وعليها سوارا من ذهب قال: اتركنا الزكاه هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك ان يسوي الله بهما، ان يسويك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار. فاقتهما وقال: سوى لله ورسوله. اخرجه ابو داود والنسائي بلسان جيد. ولما ايضا رواه ام سلمه رضي الله عنها كانت تلبس الله من ذهب، فقالت رسول الله: كنز هذا فما بلغ يزكى فزكي فليس من كذب. فدل على وجود الزكاة في الحلي وأنها في مكة. وقال آخر من أهل العلم: ليس فيها زكاة، لأنها مستعملة كالإبل المستعملة التي لا فرع ولا زكاة فيها. وقال بهذا جماعة من الصحابة منهم عائشة وأختها أسماء ومعاوية وجماعة. الأول هو عن عمر رضي الله عنه وجماعة وجوب الزكاة في الحلي، والصواب كما تقدم وجوبها الحلي بعموم الأدلة، ولحد عبد الله بن عمر الذي ونصه في الموضوع. وإذا كانت ليس عندها مال إلا حليها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تبيع شيئا منها، أو تبيعها كلها وتشتري حليا أقل من النصاب حتى لا يجب عليها زكاة. يعني حلي ليس فيها ذهب يبلغ 11 جنيه ونصف جنيه، تشتري حليا فيها أقل من ذلك حتى لا تجب عليها الزكاة، إذا كان ما عندها ذهب آخر ولا فضة أخرى تجب النصاب، أو يساعدها زوجها أو أقاربها للزكاة. المقصود أن عليها الزكي بالوسيلة التي يستطيعها، لأنها ما زكت وإلا باعت ما عندها، وإلا استعانت لزوجها في ذلك، وزوجها في الغالب لا يقصد، وإلا بسبب باعت هذه الحلي أو شيئا منها حتى تؤدي الزكاة. نعم.